الثالث هي هو السلامة من الشرك في الثمن، أي الاشتراك في الثمن. نعم، هذا يعني يفسدها، لابد أن يكون كل واحد عند أضحيته. لكن عندهم مسألة عند الفقهاء يتحدثون عنها، أنه يمكن التشريك في الأجر، أما التشريك في الثمن لا، هذا عند المالكية. لكن عند غير المالكية يجوز الاشتراك في الإبل والبقر بشرط آخر، وهو قضية أن يكونوا 7 فأقل، ما يكونوش أكثر. المالكية ما عندهمش المسألة هذه، كل واحد يذبح أضحيته وهي سنة عين كما ذكرنا، ولا يجوز الاشتراك في الثمن حتى لو كانت من الإبل والبقر. أما الأجر فيجوز حتى ولو كانت، لا فرق بين الإبل والبقر عند المالكية. إذن في الحالة هذه لابد أن يكون لكل أحد أضحيته.